كابتن سيد مليون مبروك. بلغه الكوره ماتش رخم النهارده، بس الحمد لله الاهلي لها 3 بونت غاليين جدا بيقربنا خطوه كبيره جدا من حسم اللقب. الحمد لله. طبعا ازيك انت، وتحياتي للكابتن ايمن وكل اللي في الاستوديو. مباراه من اصعب المباريات واهم المباريات كمرحله يعني. فرقه وادي دجله عندنا في حساباتي بقى لهم سنتين او ثلاثه من اصعب الفرق من وجهه نظري انا الشخصيه في المواجهه يعني. فرقه عندها ثقه، عندها لعيبه بتجري كتير جدا، عندها تحضير كويس جدا، بيلاقوا بعض بشكل كويس قوي، تحركات في منتهى الروعه. يمكن لو في شراسه اكتر شويه على الجول في اي مباريات بيلعبوها ممكن يبقى نتيجتهم اكتر من كده، لكن من الفرق اللي انا بعمل لها حساب شديد جدا، فرقه محترمه جدا يعني. عندنا مباراه يوم الاثنين مع الحرس، مفيش وقت خلاص طوال المباريات، وربنا يستر على الاصابات. طبعا فرقه الحرس كمان مع كابتن حليم والمجموعه ككل وعاملين شغل طبعا كويس، وهناك في اسكندريه والفرق الزمني ما بين المباراه والمباراه الثانيه يعني قليل شويه. اتمنى بس ان الجدول يجي لي اللي بعد مباراه الحرس هتبقى يوم كام يعني، اتمنى ان يبقى بكره ولا بعد ان شاء الله، لكن استعدادنا ليها واهميه المباراه زي اهميه دجله بالظبط يعني. ممكن افريقيا اللي مؤخر تخلي اتحاد الكوره مش عارف يبعت الجدول لحد، احنا سمعنا اشاعه ان افريقيا احتمال تاجل مباراه لشهر 10. قد يكون يعني، قد يكون برضو اتحاد الكوره في حساباته مين المباراه هتتحدد ولا لا بشكل مؤكد ولا لا يعني، او هيتم تاجيلها، ودي برضو لغز الحقيقه يعني احنا بنعرف المعلومات دلوقتي من الصحف من الصحف المغربيه، يا ريت السوشيال ميديا مثلا يعني او توقعات، احنا بنعرف من الصحف المغربيه او المسؤولين في المغرب، وده لغز الصراحه شديد جدا يعني. حتى لو في اتجاه او في قرار مؤجل ولا حاجه، المهم ما يبقاش معلن يعني، لان انت بتتكلم على اطراف للمنافسه او اطراف للمباريات يعني. فانا مش فاهم، ده مش اول مره ولا ثاني مره، ده مرات كتير جدا بتتعرف الاخبار قبلها بكتير وبتتناول هناك بشكل كويس، وحتى الجدول لما بيتحط في الجدول المغربي يعني بيبقى كانه تاكيد او تصميم او اثبات حاله يعني. فمش عارف الصراحه، ده لغز شديد جدا يعني. قريت اللي ديانج هرب وانا صدقت الكلام اللي اتقال، لقيته النهارده في القايمه وبيلعب كمان. ازاي يا كابتن؟ هرب امتى ورجع امتى ولعب امتى واتمرن امتى؟ النهارده في خطا اداري واضح قولا واحدا، خطا اداري واضح. الهدف الاول خطا اداري واضح، الهدف الثاني هدف قولا واحدا يعني. لا يعني اي واحد بيكتب او اي واحد يعني بيسمع حاجه وعايز يضرب في شخص ولا يضرب في مؤسسه ولا يضرب في نادي، هو حر يعني. يعني لو هو ده قابله على ضميره وقابله على شخصيته وبيبص في مرايته فبيحترم ذاته وشخصه يعني، خلاص دي بتاعته يعني. لكن انا ما بزعلش من الكلام ده خالص، ومش عايز اقول ما فيش تاثير عليه، لكن خلاص انت عايش في اجواء لابد ان انت تبقى متوقع في بين اللحظه والثانيه حاجه هتتعرض عليك او حاجه هتتعرض ليها، فلازم تكون ثابت يعني. هو ينفع ديانج يجي من السفر ويلعب ازاي؟ مش المفروض هرب ما نجيش؟ ما انا بقول لك يعني، هو اي حاجه حتى لو النهارده يعني حصلت حاجه مثلا في مطار تركيا محدش يعرفها مثلا، اوكي هو جه من باماكو لاسطنبول ومن اسطنبول على مصر يعني. لو المعلومه دي مثلا اتعرفت ولا حاجه كان قال لك ده خلاص ده سافر على تركيا يعني. زي ما قلت لك يعني مفيش مشكله خالص، طالما انت راجل في الشغل العام يعني لازم تتحلى بالصبر زي ما بيقولوا، اتنين ان يبقى عندك ثبات في المدح او الذم يعني.